والكلمة المعروفة اللي قالها نابليون قال لك لو لم تكن الجزائر لصنعت الجزائر، لصنعت أنا الجزائر. وقالها الهولنديين وقالها البريطانيين. لماذا؟ لأنهم عاشوا في ظلمات، والحرب الدينية المعروفة ما بين الكاثوليك والبروتستان. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. المخزن المغربي ديما كيستهدف الجزائر. المخزن المغربي ما عنده ما يدار مقابل غير الجزائر، وكيستهدف الجزائر لان الجزائر راه كتعد من الدول القويه مع الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا، مع الدول العظمى. هادشي علاش المخزن ما عنده ما يدار، اي حاجه باغي يديرها الجزائر كيمشي يستهدفها. لا هو بصراحه هاد الصحفي الكرغولي يستاهل تبون يدور معاه مزيان، لان الطريقه باش كيدافع على الكبرانات راه يستاهل انهم يدوروا معاه مزيان، يستاهل انه يستافد شويه من الخيرات ديال البلاد. كذاب بامتياز وكيدافع بشراسه على الكابرانات والنظام ديالهم. فنخليكم مع شنو كيقول هذا الصحفي والكلام ديالو اللي ما كيدخلش الراس. خليكم مع الفيديو، نتمنى تفعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحدث الاول وهو للالعاب البحر الابيض المتوسط، وهذه الالعاب اللي بشهاده رئيس الاتحاد الدولي للالعاب المتوسط، وهي الأبهر وهي الأجمل وهي الأجدر وهي الأفضل في تاريخ الألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذه الألعاب كذلك جاءت في وقت زمني تمر بها الجزائر في ظروف جيوسياسية وإقليمية جد متوترة. هذه الألعاب جاءت في نهايتها، كانت في عيد الاستقلال، وهذا ليس من باب الصدفة. هذه الألعاب لا ننسى أن شاركت فيها 3 قارات: القارة الإفريقية والقارة الأسيوية والقارة الأوروبية. هذه الألعاب أراد بعض من المشوشين وعلى رأسهم فرنسا وإسبانيا والمخزن أن لا تكون هذه الألعاب، ولكن تفعيل الدبلوماسية الرياضية وعلى رأسهم السيد العمامرة الذي نشط هذه الدبلوماسية خلى الجزائر أن تنظم هذه الألعاب. لأن لا ننسى أن رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المتوسط وهو إيطالي، ونحن سبقنا الحدث وهناك اتفاقية استراتيجية مع إيطاليا، ولهذا إيطاليا دفعت بكل قوة، هي اللي كانت تترأس هذا الاتحاد ونجحنا في ذلك رغم الأعداء. نعم. ولهذا نقول نجاح مبهر ويعطي المكانة اللائقة والمرموقة للجزائر في المحافل الدولية، وهذا يرافق ما تفعله الدبلوماسية الجزائر في الآونة الأخيرة. لا ننسى أن في الآونة الأخيرة الجزائر أصبحت قبلة للدول الكبرى، من أمريكا إلى روسيا إلى الصين إلى إيطاليا إلى فرنسا، كلهم جاؤوا الجزائر، لأن الجزائر لاعب إقليمي دولي لا أحد يستطيع الاستغناء عنه. وهي اللاعب كذلك لاستقرار للنظام العالمي. وكذلك الصحراء الغربية هناك انهيار لاتفاقية وقف إطلاق النار بين جبهة بوليزاريو والمغرب، وكذلك المغرب الذي يعيش توترات كبرى مع إسبانيا، سواء بسبب المهاجرين شمالا أو كذلك بسبب انهيار وقف إطلاق النار مع بوليزاريو جنوبا. إذن وسط كل هذا الإقليم الملتهب إن صح القول والهش، استطاعت الجزائر أن تؤمن الوفود الدبلوماسية وأن تؤمن حتى الوفود أيضا السياحية والأجنبية التي أتت للجزائر في هذه الفترة في أقل من شهر. هناك بالطبع رسائل أمنية، ولكن إلى ماذا تريد أن تصل الجزائر بعد كل هذا؟ هل تريد أن تبرز للعالم على أنها باستطاعتها أن تكون هي الرائد إقليميا هنا، أم أنها ربما تسعى إلى أهداف أخرى أبعد؟ اليوم نقول للجميع ونقول للدول التي تشاركنا في البحر الأبيض المتوسط، الجزائر عادت إلى أمجادها اللي كانت تسيطر على البحر الأبيض المتوسط لقرون من الزمن، وكانوا يدفعون الفدية. والكلمة المعروفة اللي قالها نابليون قال لك لو لم تكن الجزائر لصنعت الجزائر، لصنعت أنا الجزائر. وقالها الهولنديين وقالها البريطانيين. لماذا؟ لأنهم عاشوا في ظلمات، والحرب الدينية المعروفة ما بين الكاثوليك والبروتستان التي دامت عاما، كانوا جد متخلفين، حتى الحمامات العثمانيين الدولة الإسلامية اللي علمتهم يغتسلوا، يعني ما كانش حتى ينظفوا نفوسهم. المهم
اليوم الجزائر كأنه تقول الأسد رجع إلى المكان نتاعو، ولابد تحترمونا جميعا ونحن موجودين، ولنا قوة رادعة، دولة مسالمة ولكن رادعة، من يتعدى حدوده ينتهي وجوده. الأسد بدأ يظهر وهو موجود، نحن في الوجود اليوم، لأنه الاستعمار اللي كان في الجزائر من الرومان إلى الإغريق إلى الإسبان إلى الفرنسي كله جانا من وراء البحار، ولهذا الجزائر تقوي نفسها بالأسلحة الجد الفتاكة والجد القوية حتى تبقى سيدة تحافظ على استقرارها. نحن لسنا دولة نريد الحرب ولا أردناها يوما، ولكن ندافع عن حقوقنا. الجيش نتاعنا عمره ولا خرج وراء الحدود، خرج يوما ما لما 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 كان حرب في مصر. الجزائر شاركت في حرب 73 لما كانت سيناء محتلة، والجيش الجزائري كبد الجيش الإسرائيلي 950 قتيل. نعم. وهذا باحتراف المؤرخين الإسرائيليين أنفسهم ولرأسهم شارون. ولهذا اليوم الجزائر اليوم الدولة ليست معتدية، دولة المسالمة، ولكن تضرب بيد من حديد، كل من يمس حدودها أن يمس أو يمس بسيادة الوطن. نعم. أو سيادة البلاد، ولو شبر واحد. وقالها سيد الفريق في عدة مناورات، لا نسمح شبرا واحدا. وقالها بومدين مال. نعم. لما كنا في حرب الرمال قال رملة واحدة، يعني بذرة رمل واحدة ما نسمحش فيها، لأن هذه مسقية بدم الشهداء. ممتاز. إذن شوف أن الجزائر تجاوزت ذلك، ربما ذلك الإطار الروتيني أو التقليد الروتيني، أن الجزائر ربما دولة غير مستقرة أمنيا ودولة صعبة من حيث التنظيم الأمني وغير ذلك، تجاوزت هذا الطرح وأثبتت أنها قد وصلت إلى مستوى الإبداع في المضمون في حد ذاته، وليس فقط تأمين الوفود. هذا ما تريد قوله أستاذ؟ بعد من ذلك، احنا اليوم الجانب الأمني ما عندناش إشكال، الجانب الأمني ولو نديره مظاهرات رياضية أو لقاءات، أو احنا في وقت ما من الذي يستطيع لملمته الفلسطينيين كانوا هنا، جورج حبش ونوف حواتمة وياسر عرفات، الفصائل الثلاث هذاك الوقت، وهنا النشأة نتاع الدولة الفلسطينية. وأرادت إسرائيل تشويش على هذا اللقاء أو ضرب هذا المقر، ولكن نعم حتى أنها قصفت تونس، يعني في الثمانينات كاين صهيوني قصفت تونس ودخلت في العمق الاستراتيجي للدول الجزائرية، كأنها رسالة استراتيجية قوية جدا للجزائر، ومع ذلك الجزائر واصلت في نهجها. تكلموا عليها الإسرائيليين الضباط وقالوا كنا نحاول أن ضرب المؤتمر، يعني قاعة المؤتمرات، ولكن قالك اصطدمنا بالميغ 25، كانت الجزائر جد الجو نتاعها كان جد آمن ومن الصعب اختراقها. ولهذا هذا الجانب الأمني احنا فتناه، احنا مشينا الى بعد من ذلك نؤمن بلدنا ومستعدين ان نأمن بلدان اخرى. حتى ذيك لا توريفال، يعني المؤرخين يقول لك انها حديد من الجزائر، يعني كل اذا فرنسا فقيرة وفقدت امبراطورية وفقدت يدها على افريقيا. اليوم الجزائر هي البوابة، الجزائر هي البوابة، ولهذا تريد إعادة الدفع وإعادة العلاقات، لأنه في مصلحتها. وزيد على ذلك لا تنسى أن الجالية الكبيرة الجزائرية موجودة في فرنسا، ونستطيع أن نستغل هذا الجزائريين. نعم نعم. لأنه قالها السفير الجزائري في فرنسا يوما ما، يعني أن نستغل هذا المورد البشري في تفعيل عمق استراتيجي للدولة الجزائرية. بالطبع. في قالها السفير الجزائري لما رجع وشافوا لما تطاولوا علينا، كيف سحبنا السفير وكيف قطعنا يعني الطائرات الحربية، وفعلناها كذلك مع المخزن وفعلناها مع إسبانيا. اليوم العامل يمشي اون باراليل، يعني متوازي. السياسة، الاقتصاد، الجيش، كله يتمشي، كله متوازي بشكل متوازي. نعم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوني الرأي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.